اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم في أحسن حال. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله باش نحضروا مع بعضنا وصفة تونسية تقليدية بنينة برشا من الوصفات المشتهية. وصفتنا لليوم هي كسكسي سميد وإلا الكسكسي الطري. الكسكسي هذا ينكسكسوه في وقته، نستعملوا سميد الحرش في تحضيره، يجي بنين برشا، من أبن أنواع الكسكسي اللي ممكن تحضروها. بالنسبة لي أنا عمري ما طيبته، أمي هي اللي بتشارك معكم الطريقة، وأنا باش نتعلم معكم في الفيديو هذايا. طريقة التحضير متاعو سهلة ماهيش صعيبة، لكن عنده قواعد أساسية باش تنجحوا فيه. إن شاء الله الفيديو يفيدكم، يقدم لكم الإضافة، وإذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم، وتوا نتعداو باش نشوفوا مع بعضنا المكونات وطريقة التحضير. وتوا باش نبداو بسم الله. لهنا اول حاجه باش نحضروا المرقه نتاع الكسكسي. خديت المقفول صبيت فيه شويه زيت نباتي باش نطيبوا كسكسي بالحم العلوش والخضره. حضرت جرينات فلفل باش نحطهم نقليهم في الزيت، من بعد نحيهم في صحين يسيبوا البنه نتاعهم في الزيت ونخليهم نزينوا بهم في الاخر. وحضرت زوز كعيبات بصل قصيتهم تريفات كبار، وخذيت معاهم زوز كعيبات طماطم حتى هما قصيتهم تريفات كبار. نحطوا نقليهم شويه في الزيت دوب ليش يذبلوا باش نزيدوا عليهم الكميه نتاع الحم العلوش. نخليهم يتقليو شويه الكل مع بعضهم، الحم العلوش والطماطم والبصل، يسيبوا كميه الماء اللي فيهم، ونرجعوا من بعد باش نزيدوا عليهم الطماطم المركزه ونفوحوا الطنجره نتاعنا. هذه هو تو اللحم نتاعنا بعد ما قليناه مليح، شوفوا كميه الماء اللي سيبها. تو باش نزيدوا عليه زوز مغارف كبار طماطم معجونه ومغرفه صغيره هريسه عربي. نحركوا المكونات هذوما شويه وباش نبداو نفوحوا المرقه نتاعنا. باش نزيد زوز مغارف صغار فلفل زينه حلوه، مغرفه صغيره كركم، وشويه فلفل اكحل اقل شويه من مغرفه صغيره. نحركوا المكونات شويه وباش نزيد عليهم كميه من الحمص المنفخ. الحمص حطيته في الاول باش هكاك يطيب مليح. وباش نمرقوا توا بالماء سخون نحطوا كميه باهيه، كيما تعرفوا الحم العلوش ياخذ وقت باهي في عمليه الطهي. باش نكمل توا نزيد الملح، الملح تحطوا على حسب الذوق. وباش نغطيو على المقفول متاعنا نخليو اللحم يطيب شويه الوقت اللي احنا حضرنا فيه الكسكسي. لهنا تو باش نبداو نحضروا الكسكسي. بالنسبه للطريقه نتاع تحضير الكسكسي امي هي اللي باش توريها لكم، انا عمري ما خدمت الكسكسي بالطريقه هذه، حضرت كسكسي اخضر باش نتعلموا معاكم، وهذيك علاش صورت لكم الفيديو حتى انتم باش تاخذوا فكره، واللي يحب يحضر الكسكسي هذايا وحده او كجي يعرف الطريقه ويحضروا الكسكسي هذايا راهو فيه بنه خاصه. لهنا خذينا رطل سميد احرش، وانتوما تنجموا تضاعفوا الكميه على حسب عدد العائله اللي عندكم. توا امي هي اللي باش تقول لكم شنو هو المكونات اللي لازمين ونوعيه السميد اللي لازم تخدموا بها والطريقه باش توريها لكم توا ونتعلموا مع بعضنا ان شاء الله. نبداو امي بسم الله. بسم الله. باش نبداو في الكسكسي اول حاجه يلزم القصعه تكون واسعه، اذا كان عندي قصعه اوسع من هذه راني خذيتها. علي صوتك شويه باش يسمعوك بالكدا. باش ناخذوا كميه من الماء، الماء باش نحطوا فيه شويه ملح. قول لهم الساعه على نوعيه السميد، شنو هي النوعيه اللي يستعملوها؟ هذا السميد احرش لهنا استعملناه، شفتوا الكعبه نتاع السميد، السميد الاحرش هذه النوعيه اللي نخدموا بها البسبوسه ونخدموا بها المقروض. في تونس شنو يسميوها السميد هذا؟ والله انا بصراحه السميد هذا راه ما عجبنيش برشا، على خاطر سميدنا في تونس مزيان برشا. كنت باش نحط له شويه كركم، خاطر احنا غاديك السميد نحطوا له شويه كركم قبل ما نكسكسوه. هذا لقيته اصفر عادي يعني من غير كركم هو اصفر. وشنو هي السميد في تونس؟ ابيض لونه يعني؟ السميد لونه ابيض وازين من هذا، اصفر صافي، هذايا فيه حبه سوداء وفيه هذايا غامق شويه يعني غامق لونه شوي. مش كيما كسكسينا في تونس، مش كيما سميدنا في تونس. باش ناخذ شويه ماء، الماء انا باش ناخذ خذيت نص لتر ماء باش نحط فيه شويه ملح، اما مش بشكل هولي الكل الماء هذا، من بعد نقول لكم قداش خذا لي ماء بالضبط. هذا ماء عادي راهو من السباله، ماهوش لا سخون لا بارد، يعني ماء عادي يعني. ماء عادي بارد. باش ناخذوا شويه ملح. باش ناخذوا الحكار هذايا تقريبا. مغرفة صغيرة يعني. مغرفة صغيرة من الملح، ممكن باش ناخذ أكثر شوية على خاطر الماء مانيش نساهي الكل. تنزيد شوية هكا. الملح نحطوه في وسط الماء يعني من وسط الماء. اوكي نحركوه في الماء باش نذوبوه، نحركوا الملح خليه يذوب في الماء بالكدا. في العاده كما قلت لكم كنا نحطوا فيه شويه كركم باش يزين السميد. السميد هذايا اصفر بطبيعته.
هذه نفس الطريقة اللي نعملوا بها كسكسي العولة توا. هذه الطريقة اللي نعملوا بها كسكسي العولة، إنما كسكسي العولة نعملوه بالسميد الجيد المتوسط. أي. ونبداو نزيدوه السميد بالشوية بالشوية. هذا ينصبوا السميد فرد المرة. والآخر نخدموه بالغربال، في أنواع متاع غربال. نخدموه بثلاثة غرابل. ثلاثة غرابل. الطلاع والوسطاني والسقاط. نبداو بالسقاط ومن بعد بالوسطاني ومن بعد نبداو بالطلاع، هو اللي طلع لنا الكسكسي اللي نحبوا عليه. ولكن الكسكسي هذا اللي باش نحضروا في وقته نكسكسوه بدون غرابل. اوكي. بلاش غرابل. انا نسيسوه في طريقه صبان الماء. نصبوا الماء بشويه بشويه. نرشوا رشين يعني. رشين يعني، هاك باش نوريكم كيفاش. استنى خليني نحط لهم الكاميرا باش تبدا ظاهره الطريقه بالضبط. هاك باش نقول لكم كيفاش نبداو باذن الله. بسم الله، ناخذوا هكا شويه ماء في يدينا ونبخوا به الكسكسي. ترشوا رشين. رشين، ندوروا عليه الكل ونبداو ندوروا، بسم الله. نبداو ندوروا في الكسكسي. ندوروا على فرد جهه، ندوروا على جهه بدينا نخدموا في جهه واحده يعني، في جهه واحده او كتمشيو في نفس الاتجاه يعني، اذا كان مشيتوا يمين ما ترجعوش يسار، اليد الصوابع يكونوا محلولين هكا. اي ما ندوروش بصوابعنا مسكرين هكا، اليد محلوله. ندوروا اليد محلوله هكا. اوكي. ونرجعوا هذا ديما في الجهه الاخرى وندوروا. ندوروا شويه برشا دورات، وقت اللي نحسوا الكسكسي نتاعنا شرب الماء اللي صبيناه له. السميد يعني شرب الماء. اي. شرب الماء وشاح. نزيدوا كميه نتاع ماء اخرى. شوفوني قداش انا الوقت اللي باش نكسكس فيه ونزيد الماء. باش نخليه لهم انا تو في المباشر المقطع باش يتعلموا بالضبط. يشد اليد شويه راهو، ولكن وسعوا بالكم، تحبوا كسكسي مزيان وكل حبه وحدها، توسعوا بالكم وتكسسوا بالسياسه. شرب الماء نتاعو، حسيتوه شاح، نزيدوا شويه ماء بالقطير بشويه بشويه. رشين يعني. شو عرفتوا كيفاش نعملوا له الماء؟ بخو بخان شويه هكا باش الكل يوصل له الماء. ندوروا، واللي كان من قدامنا نرجعوه غادي في الجهه الاخرى. يعني لازم الكسكسي السميد كله يدوب وياخذ الماء باش هكاكا تتشكل يعني الكعبه نتاع الكسكسي. اوكا، النصيحه اللي الاولى المهمه انكم تزيدوا الماء بشويه بشويه، والنصيحه الثانيه انكم تدوروا الكسكسي كيف تكسكسوا في نفس الاتجاه، في نفس الاتجاه وصوابعكم محلولين. اوكي. ما يجيش الكسكسي يتكف بالكف اليد والصوابع، الكسكسي يدخل ما بين الصوابع. اوكي. هذا شنو يتسمى ذا الكسكسي؟ هذا كسكسي اخضر، كسكسي طري، ولا كسكسي طري، كسكسي اخضر، كسكسي في وقته، كسكسي سميد، كيما تحب. عنده برشا اسامي. يعملوه في برشا جهات في تونس الكسكسي برشا هذا. جهات، خاصة جهة الجنوب يوميا يعملوه، فما برشا ناس ما يعملوش العولة. يكسكسوا يوميا كل نهار بنهار. وفما ناس تعملوا كشهوة يعني، أما هو بنين برشا. بنين. فما جهات اللي يعملوا القمح، يحضروا القمح في وقته، يخرجوا منه السميد ويعملوا كسكسي القمح بنين برشا. يعني طيب من غير اللحم كأنه طايب باللحم. توا هكا ظاهر شاح، نزيدو كمية أخرى نتاع ماء. وقت اللي تراهو شاح تعمل هكا كل كعبة تلقاها وحدها، زيدوا شوية ماء. زيدوا شوية ماء وتدوروا. نفس الطريقة. تقعدوا تدوروا وتزيدوا بشوية الماء حتى لين تتماسك كعبات السميد مع بعضهم ويوليو لنا الكسكسي يعني متماسك، ما يتحلش. وقت نصبوا عليه المرقة ولا نصبوا عليه الماء في التفويرة الثانية. يولي كسكسي كسكسي يعني، فهمتك. يلزم يتماسك بقد ايه بك الدوران هذاك يتماسك. فهمتك. كل كعبه تشد معها اختها. انا كانوا الاكثريه هذا يحضروه في فصل الربيع. فصل الربيع وقت اللي يطيح الفول الفصاص. الفول الفصاص، الفول الاخضر. الفول الاخضر. يعملوه حتى بالفول وقتها يبدا بقشوره. الكل يعني قرن الفول الكل يطيب. ويعملوه بالحم البرشني. المعز يعني. ايه. فيه لذة خاصة. فول أخضر والحم برشني. ايه، فول أخضر والحم البرشني. ما شاء الله يجي في بنا قد ما تاكل منه ما تشبعش، يجي بنين برشا. يطيب حتى بالغلم، يطيب بأي نوع نتاع الحم، حتى بالخضرة بركة يطيب يعني. أما هو بنته خاصة كي يبدا مكسكس في وقته، أبن برشا من كسكسي الأول. أبن من كسكسي العولة. من كسكسي العطار خاصة هذاك، احنا نقولوا كسكسي البكويت. كانش المرأة قبل، أنا توا أنا كلنا فرد حال. كان المرأة الحائرة تاخذ كسكسي العطار. أي قبل كلهم يعملوا العولة. كلهم يعملوا العولة، الناس قبل كلهم يعولوا. إن شاء الله مرة كيف تويتي. ما شاء الله كثر الخيرات
وفما توا موجود. والكسكسي البكويت زاد باهي حتى هو بنين، باهي باهي اللي يعرف يطيب ويجي بنين ما شاء الله. فما قبل ليه ما خاطر عندنا عادات في هاي الناس الكل التوا مازالوا التوا في تونس يعملوا العولة. قبل ما شاء الله هاك الجو تاع العولة ما شاء الله. هاي ان شاء عندها الله ان شاء الله مرة في تونس تواتي ينال ان شاء الله نعمل كسكسي العولة ان شاء الله. ان شاء الله نصوروا لهم الكسكسي العولة كيفاش نخدموا بالغربال بالغربال وكيفاش نشيحوه في الشمس كيفاش نفوروه. وفما كسكسي شمسي زاد شمس. فما اللي ما يتفورش يشيح كله في الشمس. فما ناس تاكل كان الشمس وفما ناس تاكل المفور وفما اللي يعملوه مفور. انا جيسي. هو بصراحة الانسان اللي يبدا عنده برشا اشغال في الشتاء صغيرات ويقرا وعندها برشا عمل الكسكسي المفور اسهل. الكسكسي المفور ساهل، تقص طري في الخضرة وتحطه يتفور تفويرة واحدة ما شاء الله حضر الكسكسي في سامين في ربيع ساعة تلقاه كسكسيك حاضر. هكا بدا يتشكل بدا يظهر بدا يتشكل حتى كان توا ليكم انتوما مش ظاهر مليح في الكاميرا لكن انا توا راه فيه بدا يظهر كسكسي. توا من بعد نقرب لكم تشوفوا كيفاش ولات عندنا كعبات نتاع كسكسي. المهم تشيحوها كي تصبوا الماء تشيحوه بالقدا بالقدا اللي يشرب في بعض. اي هاني ريتو انا توا كان مبلول من بالقدا بالماء وشرب يشرب ماء بشويه بشويه ويشرب ما تصبوش الماء في مره. لا ردوا لا بالكم لا ردوا بالكم يعجن راهو هكاك يتعجن وما عادش يولي كسكسي بالكل ما عادش يتصلح في وما ينجم يجي كان بسميد الخشين كيما هذا الكسكسي الحاضر في وقته ما يجي كان بالخشين بس بسميد الخشين والا اللي عنده غرابل ينجم يعمل بالكسكسي المتوسط بالسميد المتوسط ولكن اجباري باش يحل بالغربال باش يحل بالغربال. فهمتك. الكسكسي هذا ما تطيحوش منه لا دي شيء لا حتى شيء الكل يعني يتخدم الكل في وقته الكل كسكسي من غير ما تخرج منه ولا خشين ولا جيد. هكا بشويه بشويه تبدو ترجعوا فيه لجهتكم وتشيحوا. هي تخدم على كبر القصعه يعني. علاش قلت لك انا القصعه الواسعه راهي خير. باش تدور يدك تدورها على كبر القصعه. على كبر القصعه. كي تبدا القصعه هكا اصغر شويه نجم الواحد هكا يعمل بالشويه هكا يبعدوا هكا. يبعد ويبدا يشيح يشيح لقدامه. والكميه ماهيش برشا عملنا رطل احنا ماهيش. وتشيح بشويه باش تعملوا كيلو حاولوا اخدموا في قصعه كبيره. تاخذ بشويه وتجمع عليك. اي. وكيفاش نعرفوا توا اللي احضر وما عادش نزيدوه كميه اخرى نتاع ماء؟ توا يدك هي اللي تحس الكعبه وقت تماسك الكعبه نتاع كسكسي ولات وقت اللي يدك هي اللي عندها الاحساس نتاع الكسكسي نتاعك وقت اللي تماسك ووقت اللي ما عادش تنجم تزيد. فهمتك. على قد ما تزيد تكسكس وتزيد في الماء اي وتشيح على قد ما يخشانك الكسكسي. فهمتك. انت تحب تقعد تشيح يشرب الماء وانت تزيد تخشانك الكسكسي. واللي يحبه مستحب وقت اللي يعرف اللي حبة الكسكسي تماسكت الخشن اللي يحب عليها. وتوا كيف نكملوا نكسكسوه نحطوه ديريكت يتفور في الكسكاس ولا يتفور في الكسكاس؟ اوكي يتفور تفويره باهيه باهيه يعني ياخذ وقت بالقدا. اذا كان فورتوه التفويره الاولانيه بالقدا من بعد الاخرانيه راهي ما تاخذش برشا وقت. فهمت. المهم التفويره الاولانيه يلزم يسيب كسكسيكم بالقدا يعني قديش نصيف ساعه مثلا يتفور مثلا نصيف ساعه به كي تكون كميه اكبر بالطبيعه تزيدوه اكثر وقت اكثر وقت. اما احنا لهنا حتى 25 دقيقه نص ساعه يزيد. اوكي لهنا شوفوا كيفاش هاكا بدا يتشكل معانا كسكسي. شوفوا كيفاش تو ولا عندنا كسكسي جيد. مازالت قالت لي باش نزيدوا كميه اخرى نتاع ماء وقالت لي كيفاش تحطوا في الكسكاس لازم يكون شايح بالقدا بالقدا اشرب كميه الماء اللي زدناها الكل. هكا تو يبدا مبلول هك اقعد احسوا عليه بالشوي تو يمشي ويشيح حتى لي تولي كعبه السميد يعني ظاهره كسكس وشايحه. الماء تقريبا حطينا ثلث الكميه حتى لتوا. اي الماء مش ناخذوه الكل احنا خاطر ما عملنا بالزايده على خاطر نجم تحطوا بالزايد وتاخذوا قد اللي ياخذكم الكسكسي. كل نوعيه سميد كيفاش تشرب على خاطر كل السميد والملح اللي ينسى في الاول ما حطش الملح ولا ما يحبش يحط الملح من الاول ولا يحب ينقص منه كميه مسوسه
ينجم يفور التفويره الاولانيه مسوسه من غير ملح، ومن بعد اشطر الكميه يحط فيه الملح في الماء اللي باش يرش به في التفويره الثانيه، واشطر الاخر يعملوا مسوس اذا كان شكون عنده جايك المسوس ولا ناس تاكل المسوس. فهمتك. هاي نجم تعملوا فرد كسكسي ولكن تقصوه في التفويره الثانيه تقسموه. فهمتك. هكا وقت اليد مبلول مازال ظاهر بالعين ظاهر، وفي يدك تحسه مبلول. وتوا رطل السميد يبذر اكثر من رطل الكسكسي حاضر، رطل بكويته بالطبيعه اكثر ما شاء الله. الكسكسي هذا راهو يطيح اكثر في الكميه. يطيح اكثر. ليه اكثر؟ هكا علمناه كله قدامنا، بعد نعملوا له هكا، بعده للجهه الثانيه. ناخذوا بشويه بشويه، ناخذوا بشويه ونشيحوا، ندوروا ونشيحوا. احنا تو باش نشيحوه المره هذه وفاس عليه كسكسي. ما عادش باش تزيدوه يعني ما يزيد فيها. تو باش تكمل تكسكس حتى لين تشيحوا بالكدا. نشيحوا بالكدا بالكدا، تو باش نمشوا نحطوه مباشره في الكسكاس يتفور. واللي تكون عنده مثلا كيما احنا تو عندنا المرقب زايد خاطر اللحم برشا والخضره برشا. اي. والكسكسي شوي. اي. نفوروا التفويره الاولانيه على اللحم. اي. من بعد اللحم اذا كان مازال ما طابش نقصوا اللحم في طنجره اخرى. أيه. ونزيدوها شويه مرقه ماك اللي طيبناها. ونحطوا الخضره في التفويره الثانيه مع اي ذاك باش نعمل انا تو عليها الكسكسي. أيه. على خاطر يلزم الكسكسي يتفور فوق المرقه باش اكل بنا نتاع المرقه كالريحه هذيك. أيه. تطلع في الكسكسي. اي أيه. في الفار نتاع الكسكسي يتشرب الريحه البنينه. اي باش نوريهم ان هذاكش باش نعمل. توا خاطر عندنا كونتيتي كبيره نتاع خضره ما يهزنيش المقفول الكل. توا انت اعمل التفويره الاولانيه مع اللحم. خليه يتفور. نصيف ساعه مع اللحم. نصيف ساعه وي. ومن بعد تنجم تفرغ اللحم نتاعك في كوكوت ولا في طنجره اخرى ولا كيف ما تحب. فهمتك. انتم ونوعيه اللحم اذا كان باش تطيبوا زاده بالدجاج هاكا تقراوا حسابكم، الدجاج ديسا ما يطيب. واذا كان باش تطيبوا في مقفول كبير والكميه كبيره نتاع الكسكسي واللحم كيف كيف والخضره نجموا تخليوه يتفور يتفور المرتين مع كل شيء مع بعضه. ما ديما الخضره حطوها على مراحل باش هكاك راهي ما تهباش وتقعد مزيانه. الخضره ديما في التفويره الثانيه. الخضرة ديما تحطوها في التفويرة الثانية. اي الخضرة فيها انواع مش كيما اللفت كيما البطاطا كيما السفناريا كل حاجة كيفاش. الحمص يتحط من الاول. حطيته اي الحم حط الحمص حطيته مع الحم. الفول انتم خشنا الفولة اذا كان فول معناتها كبير وكلي نقولوا احنا. اي النوعية نتاع الفول اللي يكون شارف شوية. احنا عندنا فول صغير. واذا كان طري تحطوه في التفويرة الثانية. في التفويرة الثانية. ها هكا توا ما شاء الله توا هكا شيح. مازال شيح. هذايا هو لهنا توا. تفرجوا عليه ما شاء الله هوكا كسكسي ما شاء الله تكون عنا كسكسي بالكدا مازال شيء اكثر شوي ما عادش نراوها التكبيده هكا فيه وقت ما يبداش هكا ملكمت يعني كله على بعضه لا يبدا مفركت يبدا هاي مفرك نقولوا هكاك ما نعملولوش لا زيت لا حتى شيء. في الوقت الحاضر ما نعملولو حتى شيء اكثر من الماء والملح. ماء وملح هاي. ماء والملح ما نعملولو حتى شيء. اوكي باهي. في التفويره الثانيه اذا كان تحبوا فما شكون يحطوا فما اللي لا وهو الاحسن يطيب هكاك. اي. في التفويره الثانيه اللي يحب يحط شويه كركم انا قلت لكم انا. باش يبدل له اللون نتاعو خاطر الكسكسينا غادي ابيض احنا. سميدنا ابيض. سميدنا ابيض. سميدنا فاتح. سميدنا ابيض. اي. وتختلف من قمح لقمح يختلف في اللون. أي. اللي يلقى السميد نتاعو ابيض يحب يحط فيه شويه كركم يبدل له اللون يحط له شويه يصفروا شويه يعني يولي لونه ذهبي مزيان. واللي يحب يخليها هكاك يخلي ما يفث وقت اللي يطيب تاخذوا تبردوه بالكدا اللي يحب يحط شويه سمن واللي يحب يحط شويه زبده باش يحل بيه الكسكسي. اي على حسب شنو عندك. اللي يحب ما يحط حتى شيء زاد راهو كسكسي يجي ما شاء الله من غير حتى ما تحطوا له حاجه. اما اللي يحب يفوح بشويه سمن ولا يبنن السمن برشا. ها هو الكسكسي نتاعنا توا ما شاء الله ولا لنا كسكسي. هاي ظاهر ظاهر ما شاء الله هاي. كسكسي ما شاء الله. يعطيك الصحة ما شاء الله عليك، ربي يبارك لك ما يمشيش على ربي يحفظك. كل كعبة واحدة. توا باش نهزوه هذا نحطوا فيه يتفور في الكسكاس. مباشرة تحطوه في الكسكاس. واللي الكسكاس نتاعو معناتها مفجج يعمل له القفيلة، تعرفوا القفيلة. على خاطر يفور مليح. يلزمك الفار هذاك اللي يخرج من الطنجرة ما يخرجش منه حتى شيء ضايع لبرا.
على خاطر اذا كان خرج لكم شويه فارن برا راه يقعد لكم نايمه يقعد نايمه يطيبش يلزم تقفلوه بالكدا لا احنا به المقفول اي ما نوصيهم هما فما ناس خاطر تقول تحط المقفول اي تعملوا القفيله هكا تسكروا الاجنب نتاعو والا حتى بك الفيلم اليمونتير هذاك حتى بالفيلم هذاك زاد يسكر مليح يسكر المهم تقفلوا عليه مليح باش ما يخرجش البخار من الاجنب اللي عنده شويه قماش يعملهم واللي ما عندوش شويه قماش ينجم يعمل بالفيلم ولا يعمل بال حتى ساشي نيلون اللي ما عندوش حتى ساشي يقصها ويعملها قفيل ما تحيرش المراه الحره كل ما تحيرش هاكا نحطو كي نحطو في الكسكاس هاو كيفاش نعملوه نحط حتوه حتى حتوه ما نخليوش وما نرصوش عليه وقت اللي يخليه يتفور هك أي. بس وضعنا هكا نعملوه باش ما يتكبدش تحت ال هذا الكسكسي تاعنا ما شاء الله هذا هو توا حاضر باش نهزو نحطوه يفور ان شاء الله على تجربوه ان شاء الله مازالت عاد باش تستفيدوا به ان شاء الله الكسكيس ان شاء الله باش تكمل توريهم انا ديما بربي اللي باش يبدا كسكسي من اول مره باش يكسكس اول مره ما يعملش كميه كبيره رطل يجرب في رطل يعمل الطيل وبشويه بشويه كما قلت لكم التدوير والماء اوكي هنا توا المرقه نتاع الكسكسي هيك غليت الحمرة وعنده توا تقريبا نصيف ساعه ملي حطيناه يطيب خليته يطيب على نار قليله باش نحطو توا الكسكسي يفور نحطوه يفور بالقدا نخليوه يفور في راحته ما نغطيوش توا كي باش نفوروه اوكي لهنا توا في نص التفويره الاولى نتاع الكسكسي باش نرمي السفناريه على حسب النوعيه نتاع الخضره اللي باش استعملوها ديما ارميوا الخضره على مراحل باش هكاك ما تهباش وتعجن في وسط المرقه باش نحط كميه السفناريه ونرجعوا الكسكسي نتاعنا يتفور ربع ساعه اخر نفوروه التفويره الاولى نص ساعه لهنا توا الكسكسي نتاعنا فور النص ساعه الاولى الكل توا باش نحيوه نقلبوه في القصعه وباش توريكم مامي كيفاش باش نحلوه وباش نعاودوا نرجعوه يتفور التفويره الثانيه باهي توا باش نقلبوا الكسكسي نتاعنا في القصعه وباش توريكم كيفاش باش تحلوا وباش نعاودوا نرجعوه يتفور المره الثانيه ناخذ الكسكسي بحاجه هكا خاطر الكسكاس سخون نقلبوه في القصعه ناخذ الغرفه ولا باليت ولا اللي عندنا نفركوه هكا شويه ويهبط قالب واحد هو يهبط قالب واحد بسم الله الماء هذايا توا اللي قاعده ترش به ماء عادي بلاش ملح راهو الماء هذاك اللي حضرناه في الاول حطينا فيه الملح هذاك راهو قلبناه استعملنا منه 150 مليليتر الكميه توا نتاع الماء اللي استعملناها 400 مليليتر تقريبا باش نخليهم منها شويه توا في المره هذه يشرب اكثر كميه نتاع ماء باش يشرب الماء توا باش يشرب ان شاء الله خلي لهم هكا باش يبدا ظاهر نحلوه هكا حلوه بحاجه يعني في الاول بحاجه وبعد باش تعاود تخدموا بيديك تكسكسوا مره اخرى لا لا ما كسكسوش توا توا حتى ليني يشرب ماء هو اللي كل قاعد يشرب ماء توا قاعد يشرب في ماء نحلوه جست نصبوا عليه الماء يعني توا عليه شويه الماء ترش ريش الماء مش كيما نغموه كيما العولق اي تقريبا 300 مليلتر توا انت راك صبيت عليه باش نشوفوا قداش تبقى لنا ماء اي توا باش تخليه يشرب هيا قاعد يشرب توا نحركو ويشرب باش الكعبر هذوما يتحلو هيا ويتحلو بسهولة ما ماهوش كعبر جملة لا لا مش هذوما في الكعبر اللي في الكسكاس أما توا باش يتحل كل كعبة واحدة أي استنى شوية عليه يشرب الماء نتاعو أي فهمتك يشرب شوية الماء نتاعو دقائق هكاك شوية نخليه يرتاح شوية شوية برك ونرجعو باش نكملو بقية المراحل صبينا له 300 ملي تقريبا 300 مليلتر بالضبط هكا قعدت في الكيس قعدت 100 مليلتر في الكيس هكا رطل السميد خذنا في الأول 150 مليلتر وفي الرشة الثانية 300 مليلتر توا باش نفوروه المرة الثانية ويكون حاضر إن شاء الله والتفويرة الثانية ما تاخذش برشا وقت راه
ربع ساعة كيكة. ربع ساعة. السميد انتم ونوعية السميد راهو تنجموا تستهلكوا كمية أكثر متاع ماء ولا أقل على حسب نوعية السميد. نخليوه يرتاح شوية ونرجعوا باش نكملوا. لا هو تو ديجا شرب. شرب تو هكا سيد. تو حليته شوية بيدي. في سطح حتى يعني. سخون تردوا بالكم يعني سخون. كان سخون. تو باش تحلوا بيديك. كان سخون هكا في الغرفة ما كانش سينو هكا. خليه هكا شوية بعيد باش يبدا ظاهر أمي. تاخذوا تحلوا ما بين يديكم هكا. إذا كان فما هكا حاجة لاصقة معناتها. شاده راهي تتحل بكل سهوله فهمت فيها حتى وتوا في المرحله هذه ما نحطوش نفس الشيء لا زيت لا زبده لا لا نحطوا حتى شيء الا ما يطيب يعني الماء المرحله هذه ماء اكهو ماء اكهو اوكي شويه ماء خليه يشرب ماء شويه ونرجعوه في الكسكاس يتفور التفويره الثانيه ونحطوه يتفور فهمت ديجا شرب هو ديجا الماء بتاعه شويه ويكفي الكميه هذيك بتاع الماء الزيها لا يكفي ما شاء الله باش يشرب مرقته من بعد ما نحطولوش برشا ماء باش من بعد يلقى ما يشرب في المرق خاطر هو طري بطبيعته طري اي فهمت مش كيما كسكسي العولة تبدا الكعبة شايحة يلزم يدخلها الماء تتغمر الماء فهمتك اي فهمتك يبقى تحل بكل سهولة كسكسي تاعنا ما شاء الله توا هذايا راهو الحجم نتاعو تحصلنا عليه كسكسي متوسط هذايا كسكسي متوسط ماهوش كسكسي جويد اي كسكسي متوسط شوفوا الخشن نتاع الكعبة هذايا كسكسي متوسط الكسكسي جويد هذاك يتحكم فيه الغربال وقت اللي يبدا فهمتني كسكسي الحاضر ما يجيش جويد جويد كما تاع الاول متوسط كسكسي متوسط كسكسي متوسط توا نرجعوا في الكسكاس ها هو شرب ماء ها هو ماء شرب الكل توا نرجعوا في الكسكاس جاي غامق لونه بالحق غامق لونه غامق على خطر السميد اللي عندنا لهنا مش نفس النوعيه نوعيه السميد راهي من القمح من اول مره من كل قمح وشنو هو اللي يخرج منه كل قمح كيفاش قمح اسمر وقمح ابيض وقمح اصفر وهي هذا القمح نتاعو غامق لهنا تو قبل ما نحط الكسكسي يتفور التفويره الثانيه باش نقص شويه مرقه نحطها في المقفول باش نطيب فيها الخضره اللي قعدت لي على خطر المقفول هذايا ما يهزليش الكميه كامله وانتم على حسب الكميه اللي باش تطيبوها هاكا باش تبدا فيه نفس البنه ومن بعد المرقه الاخرى اللي طيبت فيها الخضره باش نعاود نرجع منها للمقفوله هذيا باش تبدا النكهات الكل مخلطه مع بعضها عندي كميه متاع فول اخضر توا باش نزيدها الفول هذيا صغير نشريه حاضر كونجولي في ساعة ما يطيب اذا كان الفول اللي عندكم كبير هاكا تحطوه من الاول نحطوا توا الكسكسي باش يتفور التفويره الثانيه هذه المرقه اللي نحيناها في المقفول زدت عليها شويه ماء سخون وباش نزيد نفوحها شويه حطيت عليها شويه كركم شويه فلفل احمر وشويه فلفل اكحل وشويه ملح كيما فوحنا في الاول بالكل باش هكاك الخضره يجي طعمها بنين حطيت كعبه بصل شويه كرنب وعندي القرع الاخضر انتم استعملوا اي انواع متاع خضره تحبوها وباش نغطيو عليها نخليوها تطيب في عقلها رجعنا تو للكسكسي نتاعنا مازال يفور في التفويره الثانيه الفول عنده تقريبا 10 دقائق ملي حطيته تو باش نكمل نرمي كعيبات بطاطا صغار وباش نرجعوا الكسكسي يتفور الوقت اللي طابت فيه البطاطا يكون الكسكسي حاضر هذا هو تو الكسكسي نتاعنا طاب وحضر باش نمشي نقلبه في القصعه وباش ناخذ قرايه فلفل تو نرمي في المرقه باش يسيب البنه نتاعو في الاخر وباش نزيدها رشه فلفل اكحل وخويه زيت زيتونه ونغطيو عليها مده دقيقه وتكون عندنا حاضره هذوما القرع والكرنب حتى هما طابوا باش نطفي عليهم النار باش نقلبوا الكسكسي نتاعنا في القصعه دوبا ما نقلبوه مازال سخون باش نزيد عليه شويه فلفل اكحل وشويه سمن هذه سمن حر خدمته وحدي في الدار سبق وشاركت معاكم طريقه تحضيره تو نخلي لكم رابط الفيديو تحت العنوان حطيت منه مغرفه كبيره اللي ما عندوش سمن ينجم يعوض بالزبده تو نحلو الكسكسي نتاعنا مليح شوفوا ما شاء الله كل كعبه وحدها ماهوش معجن ندخلوا فيها كالسمن والفلفل الاكحل ونرجعوا من بعد باش نصبوا عليه المرقه ديما الكسكسي بردوه باش كيف تصبوا عليه المرقه يتشرب مليح ما تصبوش المرقه على الكسكسي وهو سخون لهنا تو من بعد ما بردنا الكسكسي باش نصبوا عليه كميه متاع مرقه حطيت الكسكسي كما شفتوا باش هكاك المرقه تهبط صافيه المرقه ما تصبوش كميه كبيره من الاول كي تلقاو الكسكسي يتشرب تزيدوه كميه اخرى دوب ليش تو نحركوه وباش نخليوه يتشرب الكسكسي هذا راه ما يجيش احمر برشا يجي خفيف وبنين برشا لازم المرقه نتاعو تكون نوعا ما فاتحه
وماهيش خاثره برشا كما انواع اخرى متاع كسكسي تونسي. كل كسكسي عنده البنه والنكهه نتاعو. هذه الكسكسي اللي نطيبوه بالفول الاخضر ونحطوا فيه القراع الاخضر، المرقه نتاعو تكون خفيفه كما شفتوا استعملنا فيه طماطم طازجه. تو من بعد ما تشرب مليح كميه المرقه نتاعو باش نزينوه في التبسي ونحطوا عليها كطريفات نتاع اللحم والقطاع نتاع الخضره. زينوه بالطريقه اللي تحبوها، نودكم وما نشهيكم قد ما نقولكم بنين وما نجمش نوصفلكم، فيه بنه خاصه مختلف على الكسكسي الباكويت وكسكسي العولة. جربوه وبقدرة ربي ترحموا لي على والدي. كيما شفتوا الخضرة تتنحى كاملة. ديما حاولوا طيبوا الخضرة على مراحل، ما تحطوهاش الكلها في مرة باش هكاكا ما تعجنش. هذا الكسكسي متاعنا نتحصلوا عليه مفرك بنين برشا، كل كعبة وحدها. ان شاء الله الفيديو فاتكم وقدم لكم الإضافة. إذا كان عندكم أي ملاحظة ولا تساؤل اكتبوا لي في التعليق نجاوبكم. نتقابلوا في وصفات أخرين. وآخر حاجة نقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. إن شاء الله ربي يدوم علينا وعليكم النعمة، ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.